اول حاجه هنبدا نتكلم عليها ليه ان انا ابدا اروح للبراندين دول. يعني احنا عندنا كلنا في الماركت اكيد حضرتك كلكم ان شاء الله يعني ما شاء الله شغالين في شركات، وفي اللي مركب سيسكو اللي مركب افايا اللي عنده اوبن سورس، في ممكن يكون عارف جراند ستريم او فايبر مي. بس انا ليه في الوقت الحالي اروح اشتغل مع فايبر مي او مع جراند ستريم؟ ايه اللي بيميزهم عن بقيه الحاجات التانيه؟ اول حاجه لازم اعرفها عن البراندين دول ان هو الاوريجن بتاعهم يو اس اي، وده بيبقى مكتوب على البوكس وبس، بيتصنعوا زيهم زي اي حاجه بيتصنعوا في الصين. يعني النهارده حتى الموبايل ابل هو من ان شاينا، لكن الاوريجن بتاعه فيه يو اس اي. تاني حاجه ان هم فري لايسنس، يعني لو حضرتك هتدفعه النهارده انا مش هاجي بكره اقول لك لو انت هتزود عدد هتزود خطوط هتزود اي حاجه، مش هاجي اقول لك انا محتاج منك فلوس، مش هاجي بعد شويه اقول لك انا محتاج لايسنس علشان ابجريد فيرم وير، مش هاجي اقول لك انا محتاج منك فلوس عشان ادي لك سبورت. ودي النقطه اللي هنتكلم بعديها بعد كده اللي هي فري لايف تايم سبورت. يعني وانس ان حضرتك اشتريت الديفايسز بتاعت فايبر مي او جراند ستريم انت معاك لايف تايم، لغايه ما تزهق من الجهاز تقول لا انا عايز الجديد بتاعه، انا ده خلاص بالنسبه لي قديم، لا انا عايز اشوف المميزات. طبعا التكنولوجي بتتغير، فبعد خمس سنين ست سنين بقى في تكنولوجيا ثانيه، فانت حابب تغير مش عشان هو ما بيغيرش، لكن طول ما انت معاك البوكس انت ليك فري لايف تايم سبورت، هتكلمنا في اي وقت تقدر تاخد السبورت بتاعك. طيب فتره الضمان بتاعت حضرتك سواء جراند ستريم او فايبر مي، انت ما باخدش منك الديفايس بعمل عليه اي نوع من انواع المينتيننس. وانس ان طلع فيه مشكله في الهاردوير دي بتبقى قليله جدا، انا بدي لك بوكس جديد او تليفون جديد او بغير لك الجزء اللي فيه مشكله، انا مش بنصلح فتره كمان الستوك افيلابيلتي. يعني احنا الحمد لله تقريبا على مدار السنه في ستوك، ولو في حاجات بتبقى ناقصه هي بتبقى وزن شهر او شهرين بكتير بتبقى موجوده، لكن في الغالب جميع الايتمز بتبقى موجوده ستوك الحمد لله. بعض الايتمز عليها سنه وبعض الايتمز عليها سنتين، وفي كمان لو حضرتك حابب تشتري اكستند وارد، بس التشريس بتاع الاكستند بيبقى مع اول يوم وانت بتشتري، يعني مش لما بتخلص الورقه بتشتري. غير كده التو سيستمز دول بيشتغلوا بالاس اي بروتوكول اللي هو السب، ومعنى ان هو بيشتغل بالسب فهو كومباتبل مع جميع السيستمز تقريبا. يعني احنا هنا كاتبين تقريبا 90%، بس هو انا عايز استثني منهم بس الباناسونيك، اللي عنده باناسونيك سواء انالوج او اي بي، رغم ان باناسونيك بيشتغل بالسب بروتوكول برضه، لكن هم قافلين عندهم شويه حاجات فيمكن دول بس مش كومباتبل مع باناسونيك. لكن هنتكلم على سيسكو، هنتكلم على افايا، حتى دول بيشتغلوا معاهم، بس دول بتبقى بلايسنس من ناحيه سيسكو افايا مش من ناحيه جراند ستريم افايا دي. لكن وانس انك شاري اللايسنس خلاص انت تقدر تشغله، مفيش فيها مشكله. هنا هنبدا بقى نتكلم على التكنيكال فيتشرز نفسها بتاعت السنترالات بتاعت جراند ستريم افايا دي. طيب خليني قبل ما ابدا اتكلم على التكنيكال فيتشرز خليني امسك الاول براند هتكلم عليه. جراند ستريم هو بادئ يمكن في الماركت عامه في الورلد وايد يمكن من سنه 2000 او 2001 تقريبا، يعني ده وورلد وايد. دخل مصر هنا في 2008 او 2009. جراند ستريم تقريبا النهارده عامل ماركت شير على مستوى العالم ممكن يكون مثلا من 20 ل 25% على مستوى مصر، اكتر من 40%. طيب فايبر مي، فايبر مي بدات بقى لها ثلاث سنين بالظبط ككونسبت او كشركه تاسست، بدات تخش الماركت امتى؟ من سنتين، او بدات الديفايس بتاعتها تبقى موجوده في الماركت من سنتين. طيب فايبر مي بدات من ايه؟ بدات من ما جراند ستريم وقفت. طب هم ليه كملوا على جراند ستريم؟ لان فعلا جراند ستريم كان عامل سكسس ستوري الفتره اللي فاتت واخد ماركت شير مشترك، وهو حتى اللي هيبدا يتعامل النهارده مع فايبر مي هيلاقي ان في بعض المودلز فيها هي شبه جدا المودلز بتاع جراند ستريم بنفس الفيتشرز، لكن هي طورت بعد كده وهنعرف ده قدام واحنا بنتكلم في بعض المودلز هي ايه اللي طورته كمان على جراند ستريم، يعني ايه الاختلافات ما بين السنترال. طيب الفيتشرز اللي هنبدا نتكلم عليها دي موجوده في التو سايدز جراند ستريم وفايبر مي. اول حاجه عندنا الكول ريكوردنج. الكول ريكوردنج ده انا اقدر اسجل مكالمات على جميع المستويات، بمعنى ايه؟ اقدر اسجل على مستوى الانترنال، مستوى الكول سنتر، مستوى الان باوند والاوت باوند، واقدر كمان احدد الصلاحيات بتاعه التسجيل. يعني انا عايز اسجل اللي داخل بس، اسجل اللي خارج بس، اسجل الاشخاص بعينها. طيب التسجيل بيتم ازاي؟ بيتم على الديفايس نفسه؟ لا، هو مديك مساحه قليله جدا على الديفايس اللي تسجل عليها، بس احنا مش بنحب نعمل ده علشان ما نستغلش الريسورسز بتاعت الجهاز. هو اوريدي مديك ثلاث طرق للتسجيل،
يا اما عن طريق ميموري كارد، يا اما عن طريق يو اس بي، واليو اس بي ده بيكون فلاش ميموري او بيكون اكسترنال هارد درايف. بس لو اكسترنال هارد درايف يستحسن يكون مش بورت، يكون اللي هو بيشتغل باور ادابتر. الاوبشن الثالث ان انا بسجل عن طريق نتورك، معايا بورت نتورك اقدر احط بقى كيو ماب على سام ستورج على السيرفرات عندي. الجيجا بتسجل 20 ساعه زي ما انا عايز بقى، هكالكوليت انا عايز اسجل قد ايه على عن طريق الريبورتات واشوف انا محتاج اسجل قد ايه، شهر 2 سنه 3 4 زي ما انا عايز اسجل هقدر ان انا اسجل. في انتجريشن في انتجريشن انا عندي ريبورتنج سيستم منفصل. بص هو انا كده كده هو ليه الاي اي بتاعه انا بسلمه لحضرتك، وانت لو الديفلوبر عندك يعني مش عايز اقول شاطر هو ان شاء الله شاطر يعني هيعرف يعمل الانتجريشن ده، لكن انا ما عنديش انترفيس العب فيه في السنترال. في موديل واحد فاير انا مش عايز انترفيس، انا عايز بس انا عندي ريكوردنج سيستم لان انا حاجات ماليه حاجات ماليه تمام، فعندي ريكوردنج سيستم تمام فاوريدي عايز حاجه اربط بيها الريكوردنج سيستم ده تمام. ما هو ما فيش حاجه انا هديها لك، لكن انت لو السيستم بتاع حضرتك بتقدر تعمل زي ديفلوبمنت على السوفت وير نفسه هتقدر ان انت تربطه بال لا انا اوريدي انا عندي سيستم شغال، فانا بديفلوب عامل بيرور من على السويتشنج تمام وقادر ان انا اسجل العدد عادي مش مشكله. هل ده نفس الكلام؟ لا ده مش هنقدر نخش نعدل بحاجه اكسترنال انا فاهم، بس انا ممكن اخليه هو يسجل لك يعني هو تقدر انت تسجل مكالمه. انا فاهم قصدك، انت بما ان انت شركه اوراق ماليه انت بتبقى عايز تسجل العميل اللقطه اللي بيقول لك فيها بيع او هشتري، هي دي اللي انت عايز تسجلها بالظبط. الباقي ده كله ما يشغلنيش في حاجه صح كده؟ طب احنا اوريدي بدون ذكر اسماء شغالين مع كذا شركه اوراق ماليه اوريدي خلاص يعني داخلين في عليه ده ان احنا ننفذ، وفي تقريبا مستر عمرو ده اللي ماسك صح كده؟ عمرو ده مظبوط بالظبط كده، فخلاص احنا بنخلص المفروض ان احنا نخلص معاك الكلام ده. فكحية التسجيل ان انت تسجل الجزء اللي انت عايز تسجله، لا دي موجوده مفيش فيها مشكله، تقدر انت تسجل جزء معين من الكلام. انت بتضرب كود يعني هو الراجل الكول سنتر قاعد بيتكلم وخد المكالمه خلاص هو هيبدا ينفذ بيضرب كود، فالسنترال بيبدا ان هو يسجل بيضرب الكود تاني بيعمل اند لل مش هو بس عايز يسجل جزء يعني هو قريب ان هو الشارع مش المكالمه كلها، هو كده كده مسجل المكالمه كلها، بس الباشمهندس عايز يستثني بقى هو عايز يسجل جزء معين، فانا بقول له ان هي موجوده اوريدي في السنترال. طيب او باوند كول ليميتيشن بمعنى تحديد صلاحيات المكالمه. يعني انا النهارده مثلا خلاص عملت السيستم عندي في الشركه، فعندي راجل محترم مثلا بتاع امن او راجل محترم بتاع فيه، فانا النهارده مش عايز يرفع السماعه ويتصل باي حد. لا انا بخليه مثلا يستقبل بس، او يقدر ان هو يتكلم داخلي ارقام معينه. يعني بقدر احدد صلاحيات، طب راجل مدير، لا انا هفتح له شويه ليميتيشنز اعلى شويه. الاونر هفتح له دولي وي وي وي. كل حاجة أقدر أعمل لها ليميتيشن بمزاجي. طيب الأي في آر، الأي في آر دي ليها رسالة صوتية، والأي في آر موجودة عندنا خمس مستويات. يعني إيه خمس مستويات؟ يعني زي مثلا أنا كده أكلم حضرتك، أو سوري حضرتك بتكلم شركة زي وي، فهي بترد عليك أهلا بيك في وي، نبقى عربية واحد في إنجلش كويس تو، ده كده مستوى. طيب دوست على واحد، دخلت على المستوى اللي بعديه بيبدأ يديك اختيارات وشجرة من صفر لتسعة خمس مستويات. أقدر في كل مستوى احط مادة اعلانية او مزيكا معينة، وبرضه هدي مثال على شركة وي، لما حضرتك بتخش على الجزء بتاع الموبايلات والشرايح، غير لما بتخش على خدمة الانترنت، غير لما بتخش على التجاوب، في كل جزء بتسمع مسج معين، ده برضه بيقدمه لك السنترال. طيب اوفيس تايم اللي هي اوقات العمل. يعني حضرتك شغلك مثلا من 9 ل 5 قبل 9 او بعد 5، تقدر انت تسمع مسج للعميل ان انت خارج مواعيد العمل، وتقدر تحط اجازاتك يعني جمعه وسبت لو انت عارف مثلا ايام بعينها ان هي اجازه عندك، اعياد، مناسبات، ايا كان تقدر تحطها على السكيدول بتاع السنترال، وبيقدر يسمع المسج بتاعك ان انت خارج مواعيد العمل. وطبعا اي كول بتجي لك بره المواعيد دي تقدر ان انت تاخد بيها ريبورت وتعرف مين اللي اتصل بيك. بعد كده عندنا الكول كيو. الكول كيو اللي هي توزيع المكالمات الناس اللي داخلها، الناس اللي داخله على الكيو بتاعك. تمام احنا عندنا الكونسبت فيرست ان فيرست اوت، يعني لازم اللي داخل اول هو اللي يترد عليه. بس الفكره انا هروت الكولز ازاي؟ انا عندي اكتر من طريقه للراوتنج بتاعت الكولز. ممكن اقول الكول اللي داخله ترن عند الباشمهندس، او ترن عند الباشمهندس ولو ما ردش بعد تايم معين انا اللي بحدده تروح ترن عند الباشمهندس وبعديها بتايم تاني عند الباشمهندس، او ترن عند الباشمهندس وبعدين رينج جروب.
او ترن من الاول رينج جروب. كل ده اقدر اتحكم فيه. رينج جروب يعني كذا تليفون يرن في نفس الوقت وليرد. طب اقدر لو انا كول سنتر اقدر اقول له وسع المكالمات على اللي واخد اقل مكالمات او اللي واخد اقل بريك او لا بالدور وسع الدور يعني حسب انا التوزيع او الراوتنج بتاع الكودز انا بقدر ان انا اتحكم فيه. وبعد كده عندنا سوفت وير فاكس سيرفر. طيب ليه هو سوفت وير فاكس سيرفر؟ حد لسه شغال على فاكس سيرفر؟ للناس اللي هي لسه شغاله او شغلها بيحكم ان هي لسه تفضل شغاله في فاكسات، النهارده تقدر تستعمل الفاكس بالوصل اللاين بتاع الفاكس على السنترال. اللي بيحصل ان السنترال بيستلم الفاكس وبيبعته باي ايميل. طب ازاي؟ ان انا بعمل على الدومين عندي في شركتي ايميل خاص بالسنترال وبقول له الايميل ده بتاعك لما يجي لك فاكس استلمه حوله بي دي اف وبعته لي على الايميل الفلاني او على الايميلات الفلانيه الناس دي اللي بتوصل الفاكسات. طيب ببعت ازاي؟ بجهز الفاكس بتاعي بي دي اف وبحطه في الميل وبعمل له اتاش وببعت للسنترال الايميل بالاتاشمنت وبحط في السبجكت رقم الموبايل اللي انا هبعته الفاكس. فكده يبقى انا ببعت وبستلم واقدر استعمل على جهاز الفاكس اللي عندي. هو رقم ورقي يا فندم بس مفيش موبايل فاكس. يعني انت حضرتك بتستلم الفاكس ازاي على الماشين بتاعت الفاكس؟ حد بيحط الورقه عنده ويتصل الفاكس بتاع حضرتك يظبط يستلم يطلع لك يعمل لك برنت للورقه. هو انت لما بتدخل اللاين في السنترال بنقول له خلي بالك ده مش خط كود ده خط للفاكس. فهو بيدتكت التون وبيعرف ان في داتا جايه له فبيستلم الداتا دي على اساس على شكل فايل ويحولها بي دي اف وعن طريق الايميل اللي احنا عملنا له كرييشن بيه هو بيستخدم الايميل ده ان هو يبعت لك ميل على الايميل بتاع حضرتك يقول لك انت استجالك فاكس من الرقم الفلاني. معلش ارجع بس حته كده ال يا شباب اكسو بس ولا في بي ار اي؟ بص هو عامه هو كومباتبل مع اي جيت واي بس المودلز الجديده اللي بتنزل ما فيهاش بي ار اي بس في بي ار اي جيت واي خارجيه. ولان بص المودلز اللي فاتت اللي كان بينزل فيها البي ار اي سوري يعني كانت ما بتتحركش كتير لان مش كل الناس تبقى عايزه ان هي تاخد بي ار اي والبي ار اي كوستها عالي. فالنهارده في ناس بقت ليها احتياجات في البي ار اي بشكل مخصص. فانا النهارده بحط السنترال او بحط اليو سي ام بتاعي وبحط البي ار اي على نفس النتورك وبربطه حسب بقى السايزنج بتاع الشركه. انت مش مضطر انك تجيب سنترال كبير وانت اوريدي ممكن يكون محتاج البي ار اي ده على 20 30 موظف على 50 موظف. فليه اروح اجيب سنترال 2000 يوزر؟ البي ار اي بتنزل على سنترال كبيره. تمام؟ لا بتنزل انا بتكلم كيوزرز كيوزرز يعني انا حضرتك فاتح كول سنتر عشان 50 موظف. ما اروحش اجيب سنترال عشان بس في بي ار اي بيشغل 2000 موظف. لكن ممكن اجيب السنترال اللي هيسبورت ال 100 موظف او 200 موظف واجيب معاه دايره البي ار اي از جيت واي. لكن الموديل موجود موجود بس خارجي يستخدم. لا وموجود كمان اللي هو فيه البي ار اي بس موديل قديم شويه مش ما نزلوش منه في الفيرجن الجديده لكن موجود في الماركت. طب وكام اف اكس اول موجود حاليا؟ عندنا من اول صفر لغايه 8 وبنقدر ان احنا نزود زي ما احنا عايزين. ده هيجي ان شاء الله في الموضوع. بعد كده طبعا عندنا فويس ميل والفويس ميل بيتكلم 21 لغه تقريبا وده لان لو حضرتك عندك اي حد اجنبي شغال في الشركه يقدر ان هو يسيب لك مسج اللانجوج اللي هو عايزها وفي الاخر او يبقى سامع حتى المسج اللي انت سايبها ان في فويس ميل باللغه اللي هو عايزها والفويس ميل ده بيروح لك على الاكستنشن بتاعك وممكن يبعت لك بالميل لو انت بره لو انت بدي انترنت للسنترال يبعته لك على الميل وتفتح الميل وتسمع الفويس مسج الفويس ميل اللي جاي لحضرتك. طيب كول سيرفي في موجود كمان كول سيرفي على اليو سي ام بس الكول سيرفي موجود مش موجود ان السنترال يرجع يكلم الكلاينت وانا شايف ان هي ميزه لان النهارده مين فينا لما فودافون بتخلص وترجع تكلمه بيرد عليها؟ ولا واحد كله عمل كده كله بيعمل كانسل على الرقم خلاص انا خدت اللي انا عايزه وخدت السيرفيس فلما الاقي حد بيكلمني عشان ياخد مني سيرفي انا ما بقاش عايز اخد السيرفي. لكن السيرفي هنا بيتم ازاي؟ وانس ان انا خلصت الكول بتاعتي او الايجنت خلص الكول بتاعته بيقول للكلاينت هستاذنك بس يا فندم دقيقه هحول حضرتك للسيرفي تدي تقييم للخدمه. الخدمه دي بتبقى رساله صوتيه انت بتسيبها يعني انت ممكن تكون عايز تقيم اداء الشركه عندك او المنتجات بتاعتك ممكن تكون عايز تقيم اللي بيرد على التليفون ممكن تكون عايز تقيم اي حاجه انت بتسيب مسج والتقييم بيبقى من واحد لخمسه واحد اقل حاجه خمسه اعلى حاجه.
وده بيفيد في ايه؟ بيفيد لو انا بقدم برودكت او انا مطعم او انا ببيع اي حاجه للكلاينت بتعامل معاه، الريبورت بتاع السيرفي ده بيديني انديكيشن على حاجه معينه انا عايز اعرفها عشان احسنها، سواء المستوى الكول سنتر عندي او مستوى البرودكت بتاعي او السيرفيس نفسها بالظبط. فلازم مهم جدا ان انا يبقى عندي كول سيرفي في السنترال بتاعي. عندنا كمان سوفت فون. ايه سوفت فون؟ السوفت فون ان انا ابقى قاعد على اللابتوب بتاعي زي كده، وبدل ما يبقى عندي اجهزه مكتبيه بقدر ان انا ارد من اللابتوب. طيب ده كمان بيستفيد مين؟ مين؟ بيستفيد مين؟ الناس بتوع الكول سنتر. والسوفت وير، السوفت وير عندنا في جراند ستريم هو يمكن شويه من فايبر ميل، لان هو بيشتغل ويب. مش ابلكيشن. لا ده مش شغال ابلكيشن، ده ويب. هتحط اللينك، هتلوجن باليوزر نيم والباسورد، انت كده بقيت اونلاين. وده هيدينا بقى، يعني انا كاتب هنا هتلاقيني كاتب جراند ستريم افيلبل ويز كلاود. دي هنتكلم عليها في التيتشر بتاع الكلاود، بس ده خلينا نقول دلوقتي ان انا هستفاد بيه لو انا كونكتد على الكلاود وانا في البيت معايا اللابتوب. اقدر ان انا افتح اللابتوب بتاعي من البيت على الانترنت بتاع البيت، واقدر اجوين الكول سنتر، واقدر اخد الكولز بتاعتي وانا قاعد بورد موبايل اب. الاثنين ليهم موبايل اب، في اثنين لكل ديفايس، في اثنين موبايل اب. موبايل اب الانترنال، وده بيشتغل على نفس عدد اليوزرز بتاعت السنترال. وموبايل اب للكلاود، والكلاود هي الحاجه الوحيده اللي موجوده في فايبر مي او جراند ستريم بفيز، لان طبعا كلنا عارفين كلاود يعني انا اخدت ستورج اونلاين، فدي اللي انا لازم ادفع لها فيز، غير كده مفيش اي حاجه فيز. فالكلاود الابلكيشن اللي بيشتغل على الكلاود ده حسب بقى انت دافع فلوس لكام يوزر وبنزل له ابلكيشن يخص الكلاود عندي. تمام. بعد كده عندنا البيجر. حد اشتغل على البيجر؟ حد يعرف ايه البيجر؟ قبل الموبايل. مظبوط. طيب البيجر ده في 98 كان جهاز صغير كده. كانت الناس بتنده بيه على بعض. البيجر يعني بنده اصلا. نداه. فكنت انا بطلب الرقم بتاع البيجر فيعرف ان فلان عايزني فيروح لورا التليفون يكلمني. هو نفس الكونسيبت. انا النهارده ممكن عن طريق السنترالات بعمل كود بطلب وراه فيفتح لي السبيكر بتاع عده معينه، وممكن اعمل كود لجروب لمجموعه من التليفونات، ممكن اعمل التليفونات كلها في جروب لا قدر الله في حاله عايزين مثلا حريق، في اي حاجه عايزين نخلي المبنى، بقدر اقوم فاتح السبيكرز كلها وادي النوتيفيكيشن اللي انا عايزها، ولو هم بيتشالوا ممكن ازعق لهم برضه عادي مفيش مشكله. هاي افيلابيلتي. هاي افيلابيلتي يعني ان انا اقدر اعمل ريدندنت للهاردوير ده، زي كده في السيرفر عند حضرتك. لو انت النهارده عندك سيرفر، دايما لو في داتا سنسيتيف لازم يبقى عندي سيرفر باك اب، عشان لا قدر الله لو حاجه حصلت السيرفر الثاني بيقوم. هنا انا عندي برضو الهاي افيلابيلتي.